السلام عليكم ومرحبا بكم للحلقة هذه. اليوم كما وعدناكم نتكلموا على مصطفى بن اسماعيل والخلاف ديالو مع الأمير عبد القادر. اليوم ما راناش رايحين نقولوا قال وقال ويقولوا، اليوم ما رانا نجيب لكم كل شيء بالمكتوب. إهمالا نبداو. إهمالا بعد ما عبد القادر دار هذيك المعاهدة مع دي ميشيل، عبد القادر تفرغ باه يبني الدولة ديالو، الإمارة اللي كان قاعد يبنيها. بصح بقالوا المشكل تاع هذوك الحسادين والغيورين، هنا كما كتب الكاتب هنايا، اللي وصلوا باش يتمتموا ويزرعوا الاخبار بين الناس بليك عبد القادر راه خان القضية المقدسة ودار سلم مع الكفار. يعني هذا الدعاية بدأت تمشي في نص السكان تاع الناحية ديالو كما كتب الكاتب. المهم هذا الجماعة نرى هذا الحسادين كانوا يلعبوا له بالمورال للأمير. بصح الأمير كان يشير لهم للمواقع تاع الفرنسيس وبالمدافع ديالهم كانوا اللي كانوا ثم موجهين نحو السكان تاع الواد وتاع الجزائر اللي عبد القادر نحى منهم حبس الكفار من اللي يدوروا في هذيك المواقع. المهم عبد القادر في هذه الهدنة بدا يسقم في الدولة ديالو وبدا يهيي ويطور الأساليب وباه في الوقت المناسب يلقى روحه واجد. وقال لك هو ما وقفش الجهاد، بصح يعني هدنة مؤقتة برك، هذا واش كان في راسه. ومن ثمك عبد القادر شرط على اللي بيعوه هنا على الناس تاع الإمارة ديالو، شرط عليهم باه يساهموا في الحرب هذه، يعني شرط عليهم الغرامة تاع الحرب ولا العاشور هي يعني العشر تاع واش زرعوا واش جابوا. وثاني طلب منهم الزكاة في النعاجنا في الخرفان في الزوايلنا فواش في المواشي واش يربو. وقال لك عبد القادر لقى روحو يعني بعد ما شرط هذا الحوايج على الأتباع ديالو، قال لك واحد النهار تشوكا، يعني خذ راسو دارت كي لقى بليك واحد الجماعة من هذوك اللي كانوا رشحوه وانتخبوا عليه ومشاو موراه ديما ما حبوش يخلصوا هذا الغرامة. وهذو الجماعة هما جماعة ابني عامر اللي ما حبوش يديروا الواجب ديالهم. وهذو بني عامر داروا في راسهم بليك لو كان عبد القادر ما دارش السلم مع القوري ما كانوش راحين يخلصوا هذه الغرامة ولا عبد القادر يخرج هذه الغرامة. وهنا باه تشوفوا بليك المشكل تاع الضرائب كان يكزيستي، كان موجود من بكري في الجزائر، يعني حتى لليوم هذه العفسة ما زالت الناس ما حابة تخلص والو. المهم وهنايا في الكتاب هذا عبد القادر كتب الكاتب هنايا، عبد القادر ما ترددش حتى لحظة، يعني من الأول قرر باش يهاجم على بني عامر هذا. وكتب المصطفى بن اسماعيل في تلمسان وعطاه الأمر باه يهيي الدويرة والزمالة باهي يهجروا وحدهم باهي يتحركوا
باه يتحركوا. و كتب لك هنا هذاك القائد تاع المخزن التركي اللي هنا يتكلم معنا على بن اسماعيل، اللي ديما كانت الشوقه ديالو هي باه تكون له الفرصه باه يتخلص على هذوك اللي ديما كانوا الاعداء ديالو، ابن عامر يعني، كان بيناتهم وبين بين بن اسماعيل وبين هذا الدويره كانوا دايم كانوا دايرين له المشاكل. وكتب لك هنا لابن اسماعيل خضى هذا القرار بالفرح وقبلوا، وكان هذا كشغل عربون لعبد القادر، لعبد القادر من عنده ومن عند الزمالة والدويرة. المهم كي بعث عبد القادر بهذا الأمر، وصل نهار تاع الجمعة، وعبد القادر كان قاعد يخطب في الناس، وفي واحد الحين شاف شيوخ هذوك تاع ابن عامر، يعني جاوا باش يسمعوا للخطبة. ومن ثمك عبد القادر بدا يتكلم معهم، هاوليك واش خطبنا واش قال لهم. قال لهم ماشي نتوما يا ابن عامر اللي كنتو من تاع الاول اللي عيطتولي لهذا المنصب، وين راني اليوم ماشي نتوما اللي كنتو الاول اللي جيتو تحلو فيا باه ندير هذا الدوله اللي تشجع في الخير وتقضي على المنكر. المهم منا ومنا باش ما نطولش عليكم، عبد القادر كان عطاهم غسله، يعني بهدلهم قدام الناس كامل. ومن بعديك هذوك الشيوخ ديالهم طلبوا، راحوا عنده وطلبوا منه السماح، واللي يحب يدخل في التفاصيل راح ينزل الكتاب ويشوف الصوالح هذو باش ما نطولوش. من ثمك عبد القادر ابعث واحد المصطفى بن اسماعيل هذا باه يعطيه الامر باش يحبس ما يصدمش على بن عامر. ومن بعد 3 ايام هذا البنادم رجع لعبد القادر واعطاه الخبر باللي بن اسماعيل راه ابقى صادم، يعني ما سمعش الامر نغ الكلام تاع عبد القادر. من ثمك عبد القادر بالزربة قال لك جمع شوية فرسان اللي قادر يجمع، وراح لوين كان رايح بن اسماعيل ثاني الناحية تاع بن عامر. ومن ثمك رجع بعث له الأمر لبن اسماعيل للخطرة الثانية، وثاني هنا أرفض بن اسماعيل. ومن ثمك عبد القادر هو وشويه اللي كانوا معاه مبني عامر راح باش يهجم على مصطفى بن اسماعيل. وكيبدا الصهد قال لك الخاوه كامل هربت، بقى غير شويه ناس مع عبد القادر، الاخرين قافحتو خاطرش كان هذا بن اسماعيل هذا جا صادم عليهم بجيش ماشي بربعة من الناس. وهذوك اللي بقاو معاه هذوك شوية جنود اللي بقاو معاه كامل ماتوا، وعبد القادر سلك كما يقولوا بمعجزة هنايا، العود تاعو تبليسه هو البانوس تاعو معمر تيراو عليه بالبارول ثاني. والمهم انه منا سلك ولقى روحو في معسكر. هنا واش حكى الامير عبد القادر، يعني بن اسماعيل كان رايح حاب ينحيه من الدنيا ديريكت، كان عارف بليك عبد القادر بصح ما كاش اللعب. المهم هذا الخبر الناس كامل سمعت بهذا الحادثه، ومن ثمك بداو يقولوا عبد القادر هزموه نغلبوه العرب
العرب. ومن اللي خرج الخبر هذا من ثماك سيدي علي الغريبي هي روحوا باه يدير الحرب ثاني الغماري وبني انغاد ثاني، هذو كامل افتهموا باش يروحوا عند سيدي حمادي الحاكم تاع تلمسان وباه ينضموا المصطفى بن اسماعيل، يعني الخوة كامل ناضت على عبد القادر. تشوفوا المشكل تاع الجزيرية ناض تاع الشعب الجزيري من بكري، يعني هذه الطاقات وهذه الجيوش هذه من ما راحوش وجهوها ضد المستعمر، بصح وجهوها به وكل واحد يقتل الاخر، يعني بيناتهم المشكل تاع هذا البلاد ولا هذا الامه من بكري، ما ديما نفس السيناريو يعاود في روحه. والكاتب كتب هنا ولا عبد القادر مل عليه، يعني هذا الصوالح اللي صرا وما نقصوش من العزيمه تاع عبد القادر، بصح عبد القادر يعني هذا كما يقولوا التمرد عبد القادر اعطاه نفس جديد، ومن بني هاشم والغرابه والمجاهر وبني عباس وبني عامر ثاني اللي مشاو موراه ثاني عاودوا انضموا تحته، عبد القادر اجمع 15,000 فارس في نهار واحد ولا في يومين ولا في ثلاثة، ونولي نفس القصة. الجيش الفرنسي هذاك الوقت كان هنا 10,000 مقاتل في الجزائر، باه تشوفوا المخ الجزيري. المهم من ثماك مصطفى بن اسماعيل مشى بالدوائر الدويرة والزمالة، مشى بهم لوين كانوا يريحوا من قبل، وين كانوا يريحوا من قبل قدام وين داروا المستعمر الفرنسي، دار لي باز ديالو ثما دي ميشيل، وهنا دي ميشيل جا كان عطاهم طريحة من قبل، رغم انهم كانوا تحالفوا معاه، واقيل بداو يبيعوا معاه ولا ما نعرف. المهم وكي وصل ثم بال هذا الزوج عشائر هذو، هو كان في مخو به دي ميشيل يجبد لين المعسكر ديالو تاع بن اسماعيل، بصح دي ميشيل كان اعطاه انذار باه يتحمل العواقب تاع واش راه رايح يدير، خاطرش كان دي ميشيل دار معاه المعاهده هذيك تاع الصلح مع عبد القادر. المهم هنا دي ميشيل كيف كتب هذا الكاتب ولا وكيفاه ملالو، دي ميشيل كان يعني في وضع لي مقود عليه، وما كانش قادر يدير والو بالجيش اللي كان تحت الامره ديالو، وهو كان يحوس على حليف من الاهالي اللي هو عبد القادر، يعني دي ميشيل كان يشوف القدام. وهنا بالصفر كما راكم تشوفوا دي ميشيل كان ماشي خطره ولا اثنين، قال بليك راه رايح يدير من الامير عبد القادر، راح يرجعوا سلطان قوي من الحدود تاع المروك حتى الحدود تاع تونس. هنا هذا العفسة عبد القادر كان عارفها، المهم فيها تخليطة كبيرة في هذا الامر هذا، يعني هنا الفرنسيس كانوا معولين عليه وعبد القادر كان فاقلهم باللعبة ثاني، باش نكونوا كما يقولوا نكونوا واقعيين ولا نكونوا
المنصفين. دي ميشيل هذا بقى غير يتفرج ويشوف الامر كيفه رايح تخلص هذا العفسة. المهم وبدا يشوف في عبد القادر كيفه يمشي هذا الازمه اللي راه فيها. المهم هنا يحكي لك كيفه عبد القادر صدم على سيدي علي الغريبي وشدوا محبوس وثاني عاود ولا حكم هذوك المتمردين وجعلهم يخلصوا كما يقولوا لما كلوش، يعني يخلصوا مملي الروتار ويخلصوا بالقدام. ووصل النهار 13 جويلية 1834 وين دارت المعركة بين عبد القادر وبين مصطفى بن اسماعيل. والمعركة هذه دامت ساعات. كما عبد القادر كما بن اسماعيل الجيش ديالهم كانوا عيانين. هنا نتكلموا في وقت الصيف تاع 1834، وعبد القادر هنا بعث له شويه مرابطين في الصفوف تاع المتمردين هذو، وثاني العسكر تاع فرانسيس بداو يتحركوا، وهذا اللي خوف مصطفى بن اسماعيل اللي كان رايح يدي الزهط من الزوج ناحيه، من ناحيه تاع عبد القادر ومن ناحيه تاع الفرنسيس. ومن ثمك بن اسماعيل بدا يحوس على العفسه باش يخرج من الورطه هذه. وفي مصادر فرنسيه كما تكلمنا كانوا عاونوه بالبارود وبالمكحل لعبد القادر، يعني هذا اللي كما تكلمنا للتحقق ثاني ما كاش مشكل، كاش نهار نتلاقاو مع المصدر. المهم هذوك المرابطين اللي بعثهم باش يحوسوا على الطريقه تاع باش يديروا لهنا بيناتهم. ومصطفى بن اسماعيل رفض باه يتلاقى مع عبد القادر. المهم منا بعث له المفاوضين ديالو ودار معه اتفاق، وبلاك اللي حب يدخل في التفاصيل يقرا الكتاب تاع اللي كتب هذا الجنرال دي ميشيل ثاني، بلاك يلقى كاش عفايس فيه ولا كاش نهار نجيبوا الكتاب هذا ونقراوه. المهم باش ما نطولوش عليكم، من ثمك كما تعرفوا بن اسماعيل راح يريح يعيش في تلمسان تحت الناحية اللي كانوا حاكمينها الكراغيلة الأتراك اللي بقوا ثم. المهم من ثم من هنا وهنا عبد القادر من ثم صدم على راح على تلمسان وحكم هذا سيدي حمادي هذا، وثانية انفا بنونا كان هرب للمغرب ثاني. والعماري الزعيم تاع بني انغاد هذوك كان عقبه في الشراع ومات في الحبس. المهم هنا بالعبد القادر كان له الحكم التام على منطقة الغرب الجزائري، وكان قادر يمحي جد الفرنسيس من الجزائر كامل. المهم ما نعرف واش كان في راسه، ما نعرف واش كانت الخطة ديالو. المهم هذا التاريخ، يعني هذا رأيي، ما رانيش مختص في الحرب. المهم يعني من القراءات ديالي برك. المهم ثم دار مصطفى بن تامي، وكل ما بقى لي ندير لكم يعني حصة خفيفة واحدة أخرى على بن اسماعيل ونختمو. واللي يحب يقلب راها الكتب راهم بحر ما كاش مشكل. نحييكم ونشكركم على المتابعة ونتمنى نتلاقاو معكم في ساعة الخير، ويعطيكم الصحة.